موجز السادسة من التناصح، أهلا وسهلا بكم. قتل شخص واحد في مدينة سبها وأصيب آخر إصابة خطيرة جراء تجدد الاشتباكات في المدينة. عميد بلدية سبها حامد الخيالي أكد الأحد أن الأوضاع داخل المدينة غير مستقرة، مشيرا إلى أن مديرية أمن المدينة أعطت لكافة العاملين بالأجهزة الأمنية حرية البقاء في أعمالها أم تركها، موضحا أن الاشتباكات الدائرة في المدينة استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة بين طرفي النزاع. باركت الهيئة البنغازية اتفاق المصالحة بين مصراتة والزنتان داعية أن تكون هذه المصالحة دافعا لتحقيق المصالحة بين المدن الليبية. الهيئة في بين لها أكدت أن أهالي بنغازي المهاجرون كانت أيديهم ولا زالت ممدودة للتسامح والمصالحة، داعية أهالي المنطقة الشرقية بالتصالح مع مهاجري المنطقة في الداخل والخارج من ليبيا. أكد نائب بالبرلمان المنحل صالح فحيمة أن مجلسه لم يتوصل بعد مع أعضاء مجلس الدولة إلى آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، وأشار فحيمة إلى أنهم لم يباشروا بعد عقد اجتماعاتهم الثانية للوصول إلى آلية جديدة متفقا عليها من قبل الجانبين في هذا الخصوص، موضحا أن البرلمان يسعى لتحديد آلية اختيار مجلس رئاسي جديد. لذلك بيّن فحيمة أن كل منطقة من ليبيا ستقوم باختيار مرشح يتم الإجماع عليه من قبل أعضاء مجلس الدولة، كاشفا عن تقديم الأخير لمقترحات لتزكية مجموعة من الأسماء وتقديمها إلى البرلمان المنحل. في خبر أخير، فقد تلقى سجينان ليبيان سابقان كان مسجونين في معتقل غوانتانامو اختارا من السلطات السنغالية بانتهاء فترة إقامتهما، وأن السلطات سترحلهما إلى ليبيا الثلاثاء المقبل بحسب موقع ذا انترستربيت الأمريكي. يشار إلى أن أحد السجناء هو عمر خليفة أبو بكر، وكان محتجزا في المعتقل الأمريكي على مدار 14 عاما دون مراعاة الأصول القانونية، إذ لم توجه له أي اتهامات ناهيك عن إدانته عدم ارتكاب إدانته بأية جريمة. إلى اللقاء.